اليوم هذه المبادرة ديال الانطلاقة اللي هي أول مبادرة إفريقية للإدماج المهني عن طريق الرياضة. اليوم تنقدموا 60 ديال الشباب اللي في الدفعة الأولى لإفريقيا، لهاد 60 ديال الشباب اللي هي يزاولوا واحد أون أني دو فورماسيون، تجربة ديال عام ديال التكوين على المستوى التقني الرياضي باش يكونوا دي كوتش سبورتيف، تكوين على المستوى اللغات الفرنسية الإنجليزية الإسبانية، تكوين على المستوى لي زوتي مايكروسوفت على لو ديجيتال، تكوين على المستوى المهارات الحياتية، تكوين أيضا على المستوى كيفاش يمكن لهم يخلقوا مقاولة ديالهم رياضية، يخلقوا جمعية رياضية، يخلقوا حدث رياضي. دونك هاد التكوينات هادو مهمين باش يمكن لنا نعطيو واحد التمكين للشباب. كاين أيضا سكون أبيل لي زيكسبيرونس بروفيسيونيل، دونك غيكون عندهم واحد التجارب مهنيه مع عده شركات رياضيه وعده ايضا مؤسسات في التربيه عن طريق الرياضه باش يعرفوا سي كوا لو موند دونتربريز، باش يعرفوا ايضا يتاقلموا مع الناس جداد، باش يعرفوا ايضا يمكن لهم يختاروا لونتربريز اللي تتواكب مع الصفات ديالهم. كاين ايضا المحور الاخير اللي هو مهم، المواكبه باش يلقاو خدمه، مواكبه باش يخدموا دوما باش يكون عندهم فرصه ديال العمل. كاين عده ما دير بلوزور ديبوشي، اي الهدف ايضا وهو الشباب يلقاو بروجي بروفيسيونيل ديالهم باش يمكن ليهم غدا يساهموا في بناء واحد المجتمع ويساهموا في التقدم ديال البلاد على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى ايضا الاجتماعي. نهار الاول فاش سمعت بهذه المبادره الانطلاقه عمرت الاستماره ديالي في الانترنت وجيت دوزت اونتروتيان. هذه المبادره غتعطيني البوسيبيليتي باش نتانتيغرا في المجال الرياضي، لان المجال الرياضي كنت واحد الحلم كنت باغي نحققه من الصغر، وهذه المبادره غتعطيني البوسيبيليتي باش تدخل المجال الرياضي. خاصك بزاف ديال لي تكنيك، خاصك يكون عندك الكوتشينغ، خاصك تكون تعرف لي لونغ. هاد المبادرة الانطلاقة غادي لنا جميع هاد المجالات غنتعلمهم في واحد الظرف ديال السنة اللي تعطيني الإمكانية باش نحقق الحلم ديالي اللي هو نولي كوتش سبورتيف.